واحة تيوت السياحية تجمع بين نخيل باسق وجداول مياه تعبر وسطها وصخور شامخة، واحة تجذب إليها السواح من مختلف ولايات الوطن. أما بالنسبة لأهل المنطقة فهي متنفسهم الوحيد، لكن هذه الجنة الخضراء فقدت جمالها الطبيعي بعد أن أتى الحريق على نخيلها. هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يتنافى مع أهم المبادئ التي أسس بها اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة، ونوجه نداء إلى الجهات المعنية من خلال إعطاء أهمية وأولوية للمنطقة في البرامج التنموية. غرس أشجار النخيل وتعميرها مجددا بغية إعادة الحياة لواحة تيوت يتطلب 10 سنين، أمر سيفقد الواحة زوارها. رانا متواجدين الآن في المكان اللي وقعت فيه هذه الكارثة الكبيرة، يعني ما حتى حظينا ما نجموش نعبروا عليها كي نشوفوها بالأعين تاعنا. حوالي 25 نخلة باش نعاودوا نرجعوها اللي قرينا أكثر من 100 سنة باش ترجع هذه النخيل. الواحة لطالما جذبت إليها محبي التصوير وعشاق الطبيعة، لكن هذه المرة عودتهم رسمت في وجوههم الدهشة لما آلت إليه من تخريب. والله انا راني في واحد الشهر ولا كنت هنايا صورت هذه المنطقه، كانت تبارك الله نخل والد ونخل تبارك الله حي. اذا بي اليوم تفاجأ بهذا الحريق المهول اللي مس هذه الواحه اللي هي في الحق قبله السياح. مالوريزمون نتفد لي بيتي بروبليم صاغين لا ناتور في يخص شطاح. الحق تفاجأت بهالكارثة، الحق ونتأسف لها كثيرا. الحفاظ على الطبيعة مسؤولية يتشاركها المواطن والسلطات، فالأول يحافظ على جمالها واحترامها فهي متنفس الوحيد لهم، والثاني حري عليه أن يسهر على مراقبتها وحمايتها من يد التخريب.